احنا لعب حبه الرمان. ودي حبه من حبه الرمان، كل اللعب بيغنوا لها ها ها، بتحب بابا وماما كمان وليها صاحب مش طولها ها ها، القال اللي كله حنان جدو حبيبها عمله لها سريع أسرع من ريح رهوان حسن عربي مقصر دي الزبدة عالنار على ما تسيح أبعد ما كان صاحبك يوصل. وده راجل أعمل لولو ولما يكبر راح يوصل بتنافي مزرعة الأحلام نصحى في حب وخير والناس عايشين في كوكب كله سلام ونور وبمبي في الأكوان. احنا لعب حبة الرمان وده الخطير زعبور وزعبرون في السر من كوكب الشرير جاي في مهمة شر للكوكب اللي عايش في سلام ونوره بني في الأكوان. بيتنا في مزرعة الأحلام نصحى في حب وخير والناس عايشين في كوكب كله سلام ونور وبمبي في الأكوان. احنا لعب حبة الرمان اهلا يا اصحابي، انا مبسوط قوي انكم قدرتم تيجوا تقضوا معانا يوم. ايوه هنقضي وقت حلو مع بعض. شكرا على عزومتكم، انا مشتاق العب دور شطرنج معاك يا ياسين. وانا كمان حبه الرمان اقدم لك فله بنت عمي وهي بتزورنا النهارده. اهلا يا فله، ممكن نلعب سوا؟ موافقه. ليه ما تروحوش اوضتي؟ في هناك حاجات مسليه كتير. يا ترى فيها ادوات رياضيه؟ طبعا عاوز اشوفها. انت تأمر. بصوا ترابيزك شكلها يضحك، بصوا مايله ازاي ازاي، ممكن نحط حاجه عليها. دي مش ترابيزه عشان نحط عليها حاجه، دي علشان الرسم بس، وعلشان كده هي مايله. شدي كده الناحيه دي علشان اعرف اشوفها. لا يا فله انا بتفرج عليها دلوقتي. حبه الرمان انت شفتيها، ده دوري دلوقتي. فله انت مش لطيفه معايا. بصي عملت ايه؟ بصي انا مش هقعد معاكم لغايه ما يشوفكم عملتوا ايه. يلا رجعي كل حاجه مكانها، انا خارج. انا اسفه يا فله، كان مفروض اسيب لك الترابيزه. ولا يهمك يا حبه الرمان، وانا كمان مش عاوزه اتخانق. إيه بصي كتاب تلوين، انا بحب الون. وانا كمان، تعالي نشوف اذا كان في اي صوره نلونها. دي كامله كلها ياسين لونها حلو قوي. بصي مش بيخرج بره الخطوط ابدا. انا احب الون بسرعه علشان اشوف شكل الصوره في الاخر. ايوه وانا كمان. ياه بصي في صوره اهي ياسين لسه ما لونهاش والباقي كله ملون. يلا نلونها. لكن جايز نبوظها وبقيه الصور كلها جميله قوي. هنخلي بالنا كويس ونلون سوا، انا لون وانتي لون. لازم تسالوا ياسين الاول. فهمان، دي حاجه بسيطه قوي مش لازم نزعج ياسين بيها، وكمان هو مش هيقول لا. لازم تستأذنوا الأول، ده مش كتابكم. فهمان، مش ياسين هو اللي قال لنا نروح نلعب في أوضته؟
ايوه لكن ده معناه انه ادانا اذن لكن مش تلوين كتابه. يو يا فهمان. وكمان دي اخر صوره، هو خلص تلوين بقيه الكتاب، يعني احنا بنعمل له خدمه مش كده يا حبه؟ ايوه طبعا. انا مش عارف، ده تفكير مختلف. يا ترى دي تعتبر خدمه فعلا؟ طبعا بكده يكون الكتاب خلص. لازم افكر في الحكايه دي. هايل، انت تفكر واحنا نلون. تعالي يا فلة. استني انا عاوزه اللون ده. لا انا اللي هلون لون السما، يبقى انا اللي هحتاجه الاول. وش معنى انت اللي هتلوني السما؟ انا عاوزه الونها. لوني انت الارض. لا انا مش عاوزه الون الارض، الارض ممله. انا عاوزه الون السما، انا بحب السما عشان الزرق. وانا كمان، وعشان كده عاوزه الون السما. مش ممكن احنا الاثنين نلون السما. اذا قعدوا على كده محدش هيلون السما. وليه احنا الاثنين ما نلونش السما؟ ايه ايه، انت تلوني النص اللي على الشمال وانا النص اللي على اليمين، وبكده ما نتخانقش بسبب السما. ماشي. استني، مش ممكن احنا الاثنين نلون نفس الحاجه في نفس الوقت؟ لازم كل واحد يلون حاجه مختلفه. طيب انت لوني السما وانا لون الارض. رجعنا تاني من الاول. اسكت انت يا فهمان، انت اصلك مش فاهم حاجه خالص. انت عندك حق، انا مش فاهم لكن اعرف الوان كتير. وايه هو عدد الالوان اللي موجوده يا فهمان؟ عدد كبير قوي، لكن كل الالوان اساسها 3 الوان بس. يعني ايه؟ هوريكي في الفيديو اللي جوايا. الثلاث الوان دول بنسميهم الثلاث الوان الاساسيه، اللي هو اللون الاصفر واللون الاحمر واللون الازرق. من الثلاث الوان الاساسيه دول ممكن نكون جميع الالوان اللي باقيه. اللون الاولاني اللون الاصفر، لون الرملة إذا اعتبرنا الرملة لونها أصفر. واللون الثاني اللون الأحمر. واللون الثالث من الألوان الأساسية هو اللون الأزرق. يبقى دول الثلاث ألوان الأساسية اللي عندنا، اللون الأصفر واللون الأحمر واللون الأزرق. طيب بنكون الألوان إزاي؟ لو خلطنا اللون الأصفر مع اللون الأحمر هيدينا إيه؟ هيدينا اللون البرتقاني. تعالوا نشوفوا مع بعض. ده اللون البرتقاني، هو لون البرتقانة، بيتكون من اللون الأصفر زائد اللون الأحمر. طيب لو خلطنا اللون الأحمر مع اللون الأزرق هيدينا إيه؟ هيدينا اللون البنفسجي. يبقى اللون البنفسجي بيتكون من اللون الأحمر زائد اللون الأزرق. طيب يتبقى اللون الأزرق أو الأصفر، إذا خلطنا اللونين دول على بعض هيدونا إيه؟ هيدونا اللون الأخضر. اللون الأخضر لون الزرع ولون الشجر، يتكون من اللون الأصفر زائد اللون الأزرق. يبقى من الثلاث ألوان الأساسية كوننا 3 ألوان كمان، ونقدر نزود شوية في الأصفر أو شوية في الأحمر أو شوية في الأزرق، أو إحنا بنكون الألوان نحصل على جميع الدرجات. يلا نلون كلنا.
ده وقت اكل الكيكه. مين عاوز؟ مين عاوز كيكه؟ انا بحب الكيكه. ايوه وانا كمان. يلا يلا ناخد حته. يا حبه الرمان، انت اكلتي شويه حلويات قبل ما تيجي، ومش كويس انك تاكلي تاني. فهمان، انا ليه بجيبك معايا وانت دايما تضايقني وتحاول تنكد عليا؟ انا بس بنبهك للحقيقه. ما تنسيش ان ماما حنان قالت لك تغسلي ايدك قبل ما تاكلي اي حاجه. ما عنديش وقت اغسل ايديا، وايديا نظيفه، دي بس شويه الوان. هروح اكل الكيكه وبعدين نيجي نخلص تلوين. القلم وقع مني. يلا اتفضلوا على الاكل، الكيكه جاهزه. اي اهلا يا ياسين. حبه الرمان، جرالك حاجه؟ ايوه في حاجه وقعت مني. تعالوا كلوا مع بعض الكيكه، انتوا مبسوطين مع بعض ولا لا؟ هما كانوا بيساعدوك تخلص كتاب التلوين يا ياسين. ده صحيح يا ياسين، ده وقع على الارض واحنا كنا بنجيبه عشان نرجعه مكانه. مش كده يا حبه الرمان؟ ايوه احنا حطيناه على ترابيزتك. يلا يا فهمان ناكل الكيكه. يلا. انا بس كنت. بس كفايه بقى وتعالى معايا للكيكه. يلا بينا يا فله. اهلا يا بنات، في كيك كتير، يلا اتفضلوا خدوا. يا ترى مبسوطين؟ ايوه شكرا. وانا وفله بقينا اصحاب بسرعه. ياسين يلا بينا نلعب شطرنج دلوقتي. طيب هروح اجيب الشطرنج من اوضتي وهنلعب هنا في الجنينه. لكن في حاجه مش فاهمها. ايه هي؟ اذا كنتم بتساعدوا ياسين عشان يخلص تلوين الكتاب بتاعه، فليه مش عاوزيني اقول له؟ ما انت معاك حق، مش بتفهم. طب قولوا لي. اصل احنا كنا عاوزين نعملها له مفاجاه. فهمت. فهمان، انت جبت قلم معاك؟ ياسين هياخد باله ان في قلم مش موجود. لازم ترجعه مكانه بسرعه، بس من غير ما يشوفك، وما تقولوش اننا بنلون كتابه. طبعا طبعا، دي مفاجاه. ايوه مفاجاه. انت متاكده ان فهمان ذكي؟ انا بحبه وبيتهيألي انه ذكي. اشك. يا خبر. اهلا فهمان، بتعمل ايه؟ ولا حاجه، القلم وقع مني على الارض. فهمت. والقلم كان معاك بيعمل ايه؟ حبه الرمان قالت لي ارجعه مكانه. انت بتحب التلوين؟ انا مش بلون. امال ليه خدت القلم؟ حبه الرمان كانت، قصدي فله، كانت بتلون. اقصد الاثنين كانوا. قصدي قصدك ايه؟ اسف، انا بحاول افتكر شويه معلومات في راسي. كنت بتقول ايه يا ياسين؟ ولا حاجه يا فهمان، دي حاجه مش مهمه. ده انسان آلي غريب صحيح. ياه، سبت كتابي على الترابيزه وكنت هنسى الشطرنج كمان. اهو لسه خارج من الاوضه، ممكن دلوقتي نكمل التلوين. تفتكري كده؟ كنت فاكرة اننا خلصنا تلوين. طبعا الصورة لسه ما خلصتش، وانت دلوقتي لسه ما كملتيش تلوين السما. يلا بينا. هي اللي بتجيبه لنفسها، هي اللي بتدور على المتاعب. ايه ده مجرد تسالي، ايه المشكلة يعني؟ تفتكر يعني ان الواحد يستعمل حاجات مش بتاعته من غير ما يستأذن صاحبها؟ ده حتى كتاب تلوين. أنا استعملت عربيتك لسبور امبارح يا سنجاب، بتجري بسرعة قوي. عملت إيه؟ ممكن تكون بوظتها. وإيه المشكلة؟ كل حاجة تمام. دي عربيتي لسبور الجميلة، ليه ما قلتليش؟ ما كنتش عارف إن دي حاجة تهمك. بحجمك ده ممكن تكون كسرتها. ما تقلقش، ما كسرتهاش. حتى انت مش هتلاحظ الخبطه. الخبطه؟ انا بضحك معاك. حاجه تضحك قوي. ازاي تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجه مش بتاعتك،
تلمسها لي في غيابي. ازاي تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. ازاي تلبس قميصي وتشد بمغناطيسي من غير ما تقول لي حتى لا مؤاخذة يا بسطويسي؟ وازاي تقرا في كتابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. ازاي تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. تحب انت ذاتك واحد يلعب في حاجاتك من غير ما ياخد اذنك ويجرح احساساتك. حتى لو من صحابي في حاجة مش بتاعتك، تلبسها لي في غيابي. ازاي تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. ازاي تفتح دولابي؟ ازاي تاخد شرابي؟ دي حاجة مش بتاعتك، تلمسها لي في غيابي. يلا نكمل. استني، لسه ما ابتدوش اللعب. الاحسن اننا ما نبتديش التلوين الا لما ينشغلوا في اللعب ونكون في امان. لكن اتمنى يسرعوا، مش معقول هنستنى طول اليوم. ما تقلقيش، هيبتدوا على طول. عاوزه الون. يلا بسرعه ابتدوا لعب الشطرنج. يلا بسرعه، انتوا مستنيين ايه؟ فله بتعملي ايه؟ هيجوا هنا ويكشفوا الحكايه. مش مهم، انا عاوزه الون. هخليهم يبتدوا. المباراة هتبتدي بعد 10 ثواني. 9 8 7 6. اسكت يا فهمان، هنبتدي لما نكون جاهزين. العب انت يلا مع حبة الرمان. خطتي ما نفعتش. اختفى. ايه هو كتاب التلوين؟ راح فين؟ بصي اهو هنا في المكتبة، دي مقفولة. يصير قفل المكتبة عليه عشان منلونش. انا كنت عارفة ان ده هيحصل. انت قلت له مش كده؟ قلت له ان احنا بنلون كتابه. لا انا ما قلتش حاجه. طب ازاي عرف؟ انا مش عارف. حبه الرمان، فهمان الغبي مش عارف حاجه ابدا، ودلوقتي مش عارف الون. ده ظلم. طب نتفرج على اي كتب تانيه. انا مش عاوزه اي كتب تانيه، انا عاوزه الون. بالراحه بالراحه، احسن يسمعوكي. بصي بصي، في كتب تانيه هناك. الكتاب ده باين عليه بتاع تلوين. فين؟ وريني كده. بصي كتاب تلوين جديد خالص. ياه ايوه، وجواه علبه الوان جديده باين عليها هايله. ايوه دي فعلا هايله يا حبه رمان. وريني اجربه. بيتهيألي إن ده مش من حقكم، ده كتاب جديد تماما، وأنتم دلوقتي مش بتساعدوا ياسين. إحنا ابتدينا في تلوين الصفحة دي، خلينا نكملها، مش كده يا حبة رمان؟ أيوة صح، نكملها. لا لا، ده غلط. قدامكم 10 دقايق بس علشان نرجع البيت. 10 دقايق بس؟ ده مستحيل. ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ لازم نلون بسرعة. لو لونت انت صفحة وانا صفحة هيخلص الكتاب بسرعة قوي. فكرة هايلة، يلا بينا. لا لا لا، اخيرا خلصنا، يلا نرجع الكتاب مكانه. شكرا لدعوتنا للزياره الجميله دي. ايوه نلعب بكره كمان. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شكرا على كل حاجه يا جماعه. استني استني يا حبه الرمان، ها عندي ليكي مفاجاه. ايه هي يا ترى؟ جايز اديكي شويه حلويات. ده علشانك، انا عارف انك بتحب التلوين قوي، وده كتاب فيه 30 صوره، وكده ممكن تلوني صوره جديده كل يوم.
ومعاه كمان علبة ألوان جديدة. يا خبر يا خبر يا ياسين، ده كتير كتير قوي قوي. أتمنى إنك تستمتعي بيه. أشكرك، أنا استمتعت بيه قوي، أقصد هستمتع. حاجة لطيفة قوي. فهمان، اوعى تتكلم. شكرا يا ياسين، ودلوقتي لازم ارجع البيت. طبعا، مع السلامة. ايه اللي انا عملته ده؟ كان ممكن يكون الكتاب كله بتاعي وحدي، كان ممكن الون فيه لمدة شهر بحاله، كان ممكن يكون عندي 30 صورة جميلة. كنت غبية، مش ممكن ارسم فوق الصور. مين يصدق ان انا بوظت الكتاب بحاله؟ وكل ده غلطتي انا. انا ندمانه. في حب وخير وننام، عايشين في كوكب كله سلام ونور وبنبي في الأكوان. احنا لعب حبة الرمان.